عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي القائمة المنتخب الوطني، يعني مشاهدنا كيفاش وين تصريح نقول له تصريح النهار اللي داروا القائمة تاع المباريات الودية، كيفاش بالشيخ كيفاش تكلم على هذه القائمة، كيفاش تكلم على هذه القائمة، تكلم على القائمة تاع استدعاءات تاع اللاعبين، شأن كيفاش وين تكلم على هو وآشي وبول وكسموه هذا هذاك مقدم الحصة بوحنيكة وبالشيخ، كيفاش تكلموا على القائمة. حنا نشوفوا يعني كيفاش عطى رأيه وعطى رأيه على بن عمري، كيفاش قال له ماهوش بيكام باور، يعني نقص المنافسة، نقص خاصة وين بن عمري لازم له الكونديسيون فيزيك، لازم له كونديسيون فيزيك، وهذه شو كونديسيون فيزيك ماهيش بن عمري راه صح نقولوا بلي نقص المنافسة فيش على الملعب شي مباريات، نقص الكونديسيون فيزيك اللعب اللي يخدم كونديسيون فيزيك ما تروحلاش، كي يخدم هي الكونديسيون فيزيك هي الاساس تاع اللعاب. بصح انا بلا ما هكا بلا ما شت نعرف اللعاب باللي يتريني يخدم الكونديسيون فيزيك يخدم، خاطر علاه هي الاساس اللي تخليك في لي زونترينمون ما تطيحش، تخليك بزاف صوالح. وباش قال بلي كونديسيون فيزيك تكون ناقصه عند بعض اللاعبين، انا تبان لي بلي ماشي ناقصه عند اللاعبين، خاطر كان اللاعبين يخدموا الكونديسيون فيزيك باش يكون واجد في التدريبات. وين غادي نشوفوا كيفاش نبداو باشيو بوحنيكا ومن بعد نكملوا بالشيخ. يا ان كانوا دي شامبيون دافريك القائمه النهائيه مازال ما نتمنوا هاد اللاعبين كي يعاودوا هذا تاع موريتانيا المستوى يزيد يطلع. علي بن شيخ، ما رايك في جلب حراس شبان داخل المجموعة قبل مباريات ودية يعني ماهيش رسمية؟ هل هذا يعني أننا نفكر من الآن في المستقبل، أم أنه هذا الحراس باش نعطيهم شوية تجربة فقط ونبينوا لهم بلي القائمة ليست مغلقة فقط، لكن كي نولوا بعد في المباريات الرسمية يجب إشراك العناصر اللي متعودين عليها واللي هي أساسية؟ الله شوف بور لي غارديان دو بيت كاين بولحي كوجيا ودوخا. انا جو بونس كو لي ماتش ا فينير اوفيسيال افريك ولا اليميناسيون دو كوب دي موند سا با با شونجي، ما تبدلش واه باريستي لي وكاجيا لي بولحي و هادو لي جان انتيغراهم للداخل سي بيان دو سونتريني سي بيان، لان ممكن لافنير يولي المستقبل يكون مليح، ولكن في الفوتبول اليوم وعيت لهاد دو جون دون سي موا يخرجوا دوتر غارديان ميور بوتيتر سا في دير لو ميور دو مومون سا في سا هاتك سا ميور دو مومون ماشي الميور اللي اليوم يقعد ميور على عام وماهوش ميور دونك مليح حاس قالهم ينتيغريو لو جروب وي سي اون بون شوز، مي غدوا دوتر غارديان يبانو يفو كي سانتيغر، مي سكي امبورتون هو وينتيغري ما راحينش يلعبهم كوب حتى المباراه كيما موريتانيا ولا ما يلعبوش ممكن ما يلعبش ما شكيتش علاش انا ماذا بيا لو كان يلعب واحد فيهم نشوفوها لو كان ميدون، مي هو جو بونس كي فا ايسيي دو بريزيرفي هذيك لا نون ديفات كو دي فيكتوار اي فا جوي سير سا يقول بور لو مورال بور الكلاسمون بور بوكو تشوز دونك هذا ما شكيتش. وبالنسبه للاسماء اللي معروفه نعرفوها اليوم، شفنا عوده عطال، عوده البوداوي، ولو القائمه النهائيه نزيد نذكروا مره اخرى مازال ما خرجتش، ولكن هل تعتقد علي بن شيخ انه راح نشوفوا بعض الاسماء يعطيهم الفرصه في هذه الثلاث مباريات وديه باش يتبتوا ايه ولا لا؟ لا اما راك معايا في الجروب او ايفون اتر ايكارتي دي جروب. والله يجيب جدد ولا ما يجيبش سا كيما يقول سون بروبليم. لا واش نتكلم انايا الفريق الوطني هذا نبداو لي غارديان دو بيت باينين ندخلوا لي زاري لاتيرو، عندك بن سبعيني اللي راهو مكانو ما كاش اللي ينحيه، عطال ولا لا فورم تاعو يولي بلاستو كيف نتمنى له يولي بلاستو، يبقى لاك سونترال اللي عندك نقطه، لاك سونترال عندك نقطه لان بالعمري ماهوش يلعب
وكي ما تلعبش مونك كومبيتيسيون مونك بوكو تشوز وسيرتو هو يلعب فيزيك ماشي قال كاش بي كامبور اللي يلعب غير بلاغ هو يلعب بالفيزيك وكان جوار كي يجو فيزيك لازم يفوق لازم الكونتاكت لازم بزاف لي ماتش يفوق يلعب طول الطاقه ولكن يقول لك البعض يقول لك يدرب في فريق كبير كيما ليون هل تدري ما يعودش الفوتبول ما فيهش فريق كبير في الفوتبول تدرب في فريق كبير او فريق صغير فوتبول يقول لك ان ديفونسور اللي يلعب بالفيزيك يفوق يجو فوق لا كومبيتيسيون تكون في رجله ما كانش هذا الفيزيك احسن حاجه هي المنافسه انا نتمنى له ان شاء الله لان كان مشكل من بعد في لاك سونترال كان بالعمري ومن بعد يولي ماندي شكون تروزام على سونترال تدور ممكن هذا اللي جابوه تاع لا بلجيك اللي كان في منتخب رضوان اما طوبا كاين ايضا هذا طوبا حتى باش انت تتكلم عليه دانييرمون انا في لا كونفيرونس سمعته مدرب بلجيكا هذاك مارتينيز وين تكلم على طوبا وقال بلي نتمنى لو كان عندي لاعب كيما هذا طوبا يكون في ليكيب ناسيونال بلج وحنا نشوفوا لو نيفو اللي لحقتو ليكيب ناسيونال بلج ان شاء الله ولو انه في 16 اللي فات ما لعب حتى دقيقه ما لعب لا مباراه تاع بوتسوانا لا خارج الديار لا داخل الديار يعني ما لعبش احنا على كل حال بعد احنا لونترنور باش كيقول احنا نسمعوه بصح العينين تاعنا هي اللي تعطينا النظره والحق لازم نشوفوا هذا اللاعب يلعب لازمش نسمعوا الباج نسمعوا بصح ما سي با ارجون كونطون كي نشوفوا ان شاء الله يلعب وان شاء الله يكون ما نحكموا عليه والمشكل اللي احنا اللي عندنا مشكل هنا هادو في لا ديفونس اللي حكيت لك عليهم هادو لازم يصيب لها الحل وعندك دوكا الميليو تيرا ميليو تيرا واش عندك سير لو بلون ريكوبيراسيون عندك بقديورا عابد نقولوا بوداوي لا بوداوي مفروض يولي هو الاساس نقولوا انا نقول تا هو لونترينر ما لا قلنا شكون اللي كيف يتلعب لا قلت لونترينر بالنظر لي واش يقدموا بوداوي في نادي نيس حنا نقولوا هكذا صح بصح لونترينر بتاتري عنده راي اخر صح بالناصر عنده راي اخر وبالناصر دونك انا جايك وبالناصر وبالناصر بالناصر ما نهضروش عليه صافا تيتولار بارونتيال هذاك باين يبقى قديورة عابد شكون اللي غير قديورة عابد لا بوداوي دونك هنا هي بروبليم اسكو يلعب دي جوار نقولوا موان فيو يا سيدي بارابور القديورة اسكو يقول لك لعب قديورة بور كاليفيكاسيون كوب دي مون لان عنده ليكسبيريونس وحر وكذا اش قلت لك سي لونترينو كي دوا ديسيدي مي فلاتاك ما عندناش مشكل عندنا بزياده في لاطاك عندك دولور عندك سليماني عندك بونجاح عندك محرز عندك فهولي عندك بالليلي عندك غزال اللي راهو مليح عندك بو ابراهيمي عندك والناس كاين هذه مبعثوا لي السوداني السوداني ممكن السودان هذا عنده كل المهم احنا قاعد الهضره وقاع هاي نتمنى ان شاء الله بربي كيما يقول لك تكون النتيجه برك تكون هي النتيجة هي كلش الفيكتوار هي كلش يعني تجيب فلان ما تجيبش فلان تولي تجيب نعود نولو شوية المغرب 2019 مرشحينها قاعد تروح الفينال مش مرشحينها تربت كوب دافريك مرشحين خدت عليه نجوم ودججة بالنجوم خدت وقيلة دوزيام تور لكاردو فينال خدت تونس راحت بالفريق اغلبيه اللعابه تاعها محليين ويفوتوا تاك 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 وصلوا للفينال وخسروا بار لي بيناتي وكانوا غادي يوصلوا فينال وصلوا الدومي فينال خسروا بار لي بيناتي وكانوا غادي يوصلوا فينال يعني ما شوف حنا الناس كاين اللي يشوف في القائمه شويه زعما مليحه ماشي مليحه كل واحد بصح هي لا هي شوف المجموعة شوف القلب تاع المجموعة كيفاش يضرب هي كلش القلب تاع المجموعة كاش قال يجي غلطك شوف القلب تاع المجموعة يعني هو الرسمي يعني تشوف اللاعب يقول لك فلان ما جاش حنا تمنيت انا واحد من الناس تمنيت يكون ادم للناس تمنيت يكون ادم للناس تمنينا نشوفوا روبلاسو تاع كيسموه روبلاسو على اللاعبين الاخرين كاع بانوا كاش منهم روبلاسو تاع
تاع بن سبعيني راخر خوز دادغا اللي يلعب في نابولي اللي راح يلعب في نادي اخر. بغينا نشوفوا صحة كاين لا سويت تاع صحة زفان. بغيت نشوف الراخر لي فرير حكيم لي في زوج لي فرير دادغا في ليكيب ناسيونال. تمنيت كيما هاك بصح هي خيارات تاع المدرب. كاين اللي بزاف يقول لك بوداوي علاش يقدم روندمون كبير مع ليكيب تاعو في ليكيب ناسيونال. ينجم لونترينر ينجم المنتخب المدرب تاع المنتخب الوطني ما راش مستغلها مليح. ما تنجمش تعرف